أعلنت وزارة الصحة نجاح إجراء أول عملية لزراع قلب طبيعي لمواطنة كويتية في العقد السادس من عمرها. تفاصيل أكثر نتابعها في سياق هذا التقرير. في إنجاز طبي جديد ووصل تحضير وإجراءات طبية دقيقة، وزارة الصحة تعلن عن إجراء أول عملية زراعة قلب طبيعي لمواطنة كويتية في العقد السادس من العمر. كانت تعاني من فشل متقدم في القلب وغير مستجيبة للعلاج، وأجرى العملية فريق طبي كويتي سعودي بالتعاون مع استشاري جراحة القلب وزراعة القلب في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالمملكة العربية السعودية، وبعمل مشترك مع فريق العمل ببرنامج فشل القلب المتقدم وزراعة القلب في مركز سلمان الدبوس. وتعد هذه العملية زراعة القلب هي الثانية في البلاد والأولى لمواطنة كويتية. وثمنت وزارة الصحة في هذا الصدد جهود سائر القائمين على برنامج زراعة الأعضاء في دولة الكويت. وللمزيد من التفاصيل حول نجاح أول عملية زراعة قلب مواطنة داخل الكويت، ينضم معنا عبر الهاتف رئيس قسم جراحة القلب في مركز سلمان الدبوس للقلب الدكتور رياض الطرزي. أهلا وسهلا فيك معنا دكتور. أهلا السلام عليكم. أهلا فيك. أول عملية زراعة قلب طبيعي في الكويت، حدثنا أكثر عن هذا الإنجاز الطبي. هو عادة في مرض الفشل القلب في العالم أكثر المرضى حوالي 95% يتجاوبون مع علاج الدوائي، ولكن نوصل لمرحلة حوالي 5% لا يتجاوبون مع العلاج الدوائي، لذلك نضطر إلى علاج متقدم للقلب كتركيب مضخة آلية أو تركيب قلب صناعي، ولكن الأفضل شيء الموجود حديثا هو زراعة القلب، لأن المريض ممكن يعيش 25-30 سنة إذا أخذ أدوية المناعة وكل شيء مشي معه تمام. نعم، وما هي الإجراءات لمثل هذه العملية الطبية الدقيقة؟ الإجراءات تبدأ بالطريق الفريق الطبي عندي ويرأسه الدكتور خلدون الحمود اللي بيراجع المرضى، يوصل لمرحلة أنه بيجي بيقول لي أنه خلص الدواء العلاج الدوائي فشل، لازم نتجه إلى زراعة القلب. طبعا نفحص دم المريض أول شيء لأنه مهم جدا، لازم المتبرع يكون دمه مطابق لدم الريسيبيان، وعادة إذا كان الريسيبيانت يعني اللي بياخد القلب فئة الدم AB ممكن يستلم قلب من أي مريض فئة OBA، والمريضة اللي انعملها العملية كان فئة الدم تبع AB والمتبرع كان A، فكان في سهولة وتوفرت الوضع أنه طابق الدم، طبعا لازم الحجم يطابق، والمتبرع والمستفيد من التبرع كان نفس تقريبا حجمه نفس الشيء، فاتكلنا على الله وعملنا العملية. نعم لله الحمد. هذه العملية كما استمعنا منذ قليل في التقرير السابق تمت بإشراف فريق كويتي سعودي، كيف تم التنسيق والتعاون مع الفريق السعودي؟ هذا أنا صار لي حوالي سنة بفكر بالطريقة، لأنه إحنا عندنا اليوم مجموعة المتبرعين في دولة الكويت تقل عن مجموعة المتبرعين في دول الخليج، لأنه نسبة السكان أعلى بكثير. فأنا كان تفكيري أنه إذا نحن بنجمع دول الخليج مع بعض كنعمل كصندوق للمتبرعين، فبيكون أحسن ما نبعث المريض خارج دولة الكويت يقعد يستنى سنة ونص برا ليجي متبرع. واي ثينك كانت عملية ناجحة جدا، انه عملنا اتصال زين وحنكمل اتصال مع بعض. نعم، وهل توجد خطط للتوسع اكثر في مجال مثل هذه العمليات؟ نعم طبعا، اللي بيحد توسعنا انه عدم وجود المتبرعين، كل ما زادت المتبرعين كل ما زاد وافد المتبرعين، كل ما كان في امكانية عنا انه نعمل زيارة افضل. بعدين حنتجه لزراعة الرئة اللي غير متوفرة بالكويت في الوقت الحالي، وإن شاء الله في تقدم مستمر. نعم بإذن الله. دكتور رياض الطرزي رئيس قسم جراحة القلب في مركز سلمان الدبوس للقلب في الكويت، شكرا جزيلا لك ولجميع جهودكم في تطوير المجال الصحي في البلاد. شكرا لكم وتصبحون على خير.